ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس السيادة السوداني الكريم أبو عبد الفتاح. مرحبا بك معنا على شاشة محمد حمدان دقلو. اعتبر أنك غدرت به، وصفك أيضا حتى بأوصاف أخرى، منها أنك انقلبت على السودان، وبأنه يجب أيضا كذلك تسليمك للعدالة. كيف تعلق على كل ما وصفك به سيادة الفريق؟ أنا أقول رمتني جزائها وانسلت، ليس أكثر من ذلك. هذا كذب صريح، وهو يعلم تماما أنني ليست لدي أي علاقة بالنظام السابق، ولا جميع يعلم ذلك. نحن قوات مسلحة نعمل بمهنية واحترافية، وواجبنا حماية السودان. مصيره مرتبط بما ستسفر عليه الأيام القبلة إذا كانت هناك استجابة للجنوح للسلم. هل هو على قائمة المستهدفين بالنسبة لكم خلال المعارك؟ نحن لا نستهدف أي شخصيات رسمية كما هم يفعلون ذلك. هم الآن يستهدفون القيادات للقوات المسلحة ويرسلون أكياما القناصة لتقتلهم. نحن لدينا نظم وأعراف، ونحترم العادات والتقاليد العسكرية، ونعرف كيف يكون القتال.